محمد كرصة حية ربطه قبل يومين، اليوم روح من المستشفى الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كرصته طبعا بيجروا ورا، شوفوا برا محل الكرصة. طبعا مبين انه محل كرصة حي سامي نبين. طبعا حي كرصة وشردت، اجى احمد يتعرف على الحي لانه شاف راسها لمح راسها. فرجينا الحي هاي، شايف احمد؟ شايفها. شبهها؟ شبه منها. طبعا هي الراقطة يعني معروف في الشبيه. بدي اتعرف عليها اشوف كيف شكلها بس انا بهمني اعرف اي ساعة كرصة احمد وكيف كرصته. هاي المعلومات بتهمنا منيح، يعني مستفيد منها انه الناس كيف تحضر من الافاعي. اي ساعة تقريبا كرصته؟ عند الساعة تقريبا 10:30 الصبح. بكت الدنيا شو؟ بكت الدنيا شو؟ طبعا الحي متخبي اكيد. متخبي تحت الصخر. تحت صخر. انت كيف كرصتك بالضبط؟ عنا هاي حجر. حملت الحجر. تمام. ايوه رفعته. اول ما رفعتها كرصتني كرصتك بجرك. بكيت لابس بوت برضو؟ لابس بوت عادي. عالي ولا لا؟ عادي. عادي قصير. 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 كرصتك. كرصتني. شو سويت؟ فوق وحطيت سلك عليها. طيب صرت اعصر فيها واحط مي بارده. طيب المي البارده هاي من كيف عرفتها؟ من وين سمعت فيها؟ لأنه انت اللي بتنزل كل شيء على اليوتيوب كبير. انا الله حافظ، انا ممتاز. اعلى احمد، الحمد لله على سلامتك. عشان هيك اخوان انا سويت فيديوهات كثير، الواحد يدير باله لما بده يروح يقعد او يروح له شيء. دائما الحياه في الشوب بتتخبى. بتتخبى وين؟ تحت الحجار، تحت الكرتون، بين الخشب. فالواحد بده يدير باله لانه في الشهر هذا الحياه بتنشط لحد الزيتون لحد الشتاء. والف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك.